السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اليوم كنت واجه في غو دي مونا في لياج في بلجيكا، وجاي واحد الشارع اللي فيه شارع مغربي، فيه كوميرسون كاع مغاربة، الماكلة مغربية، كلشي مغربي في الحوت وكلشي. واخا كاينة شوية ديال الشتاء غنمشي غنقدر نصور، حيت عندي غير هاد اليوم هنايا غادي نمشي ونصور لكم إن شاء الله. نبدا لكم من هنايا من هاد لابونونجري اللي بانت ليا فيها كاع داكشي مغربي كما كتشوفوا. ندخل الداخل نصور. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيداير خويا لاباس عليك؟ الله يحفظك اخويا. الله يحفظك. سمح لي راه نصورو لك شويه هنا. الله يحفظك. الاخ مغربي. اييه. الله يحفظك. ها البغرير. هاك لي البغرير اش كيقولوا كاع؟ مسمن. والحرشه. وكلشي هادشي كتصيبو هنا ولا كاين من المغرب؟ مراكش. ايسي. المهم مغربي ولكن كتصيب. هادي هي بونجي مراكش اللي جات الاول هنا في بريسوف ياش. بريسوف ياش. الله يحفظك. وهذا كما كتشوفوا ديما رايبي جميله موجود. رايبي فوق خويا. شكرا لك. السلام عليكم. يحفظك وفليزير. بارك الله فيك. شكرا بزاف. عرفنا الاسمية ديال القناة ولا انا؟ خالد بوستا فلوغ. خالد بوستا فلوغ. خالد بوستا فلوغ. فلوغ صافي. ان شاء الله. السلام عليكم. شتا 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 شتا. هاد بلجيكا بزاف كاينة الشتا هنايا. لو نور ديال فرنسا وبلجيكا كتكون الشتا بزاف. المهم نصوروا لكم هاد الشارع اللي بزاف مغاربه، كلهم مغاربه مغاربه. كتشوفوا المهم شي بحال المغرب. سعيد ها هو الباب واش لقيتو هنا في بلجيكا. شتيه ها هو. كتقول لي انت يا كتاكلو عند مول ببوش موجود وفي المخصر يطيبو خص دوك العشوب ديالو. المحل وحده اخرى الشباهه. السلام عليكم. هنا كنلاحظ بزاف هنايا العرب المغاربه اللي كاين هنا في بلجيكا. هادو راه ماشي الشرب، ماشي الشراب، هادو المغاربه ديال فرنسا والمغاربه ديال بلجيكا. هنا المغاربه ديال فرنسا بزاف كيبيعوا الشراب، وفي بلجيكا لا. كتدخل اي مغازه ما كتلقاش فيها الشراب، ما كتلقاش فيها الشراب، كتلقى فيها داكشي كلشي حلال. وفي فرنسا البريبار كيبيعوا الشراب. سي دوماج كيكون عندهم الكوميرسات واعرين خدامين. ها بطاطا وهو ند. هنا ما كتلقاش عندهم الشراب ولا. ايوا في فرنسا ديالنا كاين مازال الله يهديهم كيبيعوا في الشراب، كيبيعوا في كلشي. البازار نسول قاعد مول المحل على البشير. السلام عليكم. الله يحفظك. بخير الحمد لله. القوام هذا ديال المغرب؟ ديال المغرب. هذا كويس المغرب. مزيان اخويا الله يسخرك. هانية بعدا بخير. صافي الحمد لله. الله يحفظك بارك الله فيك. هذا الفريغو. السلام عليكم سي حسن. راك سقسا ولا بغيت نسولك الناس بزاف كانوا هنا بالعربية على البشير، حيت درت عليه واحد الفيديو على السي البشير. اي بي فود.
جبال لك واش واحد السيد ناجح هنايا في الجزائر بلجيكا و... السيد باش السيد ناجح بطلب العمل ديالو كل ما يحل رجل معقول رجل معقول الحمد لله وكتقدا كتسلعه حتى هو عنده كتجيبها من عنده باش عندي معرفه معاه نهار جا هنايا نهار جا هنايا نهار جا بدا بليزارتيك ومن تما بدا الموظف هذايا الحمد لله ودائما في الطريق منهم ان شاء الله الحمد لله سيدي سيدي تانتوما الله يبارك فيكم نتمنوا ليه الخير ونتمنوا ليه السعاده ونتمنوا ليه الخير ان شاء الله من المكان اسيدي وبارك الله فيك نفتخروا به ونفتخروا بحالو الا كان داوي الحمد لله عندنا والبلاد ورجل اعمال عجبني بزاف بارك الله فيك انت سيدي الله الله يوفقك في المحل ديالك وفي البروجي ديالك واللي كيعجبني هنا في بلجيكا بزاف الناس هنايا المحلات ما كاينش الشرب كونتخيرمون فرنسا فرنسا بزاف الناس تما اي ملاحظه جيده ها ملاحظه محله لا حيت انا كاين في فرنسا وشفت المغاربه ديالنا كلهم كيبيعوا غير الشرب عندهم بيسريات كله بيسري ولا كيدير بازا كيدير معاه الشرب واحد 80% كاين واحد 20% ما كديروش ولكن في بار هنا في بلجيكا هنا في بلجيكا الشراب ولا شي حاجه ما يدخل عندك حد مزيان سيدي خاصك لي زوينين لي سي حسن نسيت بعدا المحل سميتو طنطن طنطن علاش طنطن؟ لان انا معروف هنا بحسن طنطن وكنتي ساكن في طنطن؟ وي انا من السكان ديال طنطن طنطن ديال الصحراء المغربيه المغربيه بيان سور لا لا بصحتك داكشي انا من الناس القدام ديال الصحراء ديال طنطن الحمد لله ومعروفين بالتجاره دائما انا حنا درنا التجاره في المغرب وجينا هنا ديريكت التجاره ما خدمنا عند حتى واحد الحمد لله هذيك هي هذاك الشيء هو اللي زوين كيخدم راسو ولكن هادشي كيديروا الناس اللي ورا الناس اللي معقولين هو داك الشيء اللي كاين كتخدم كتتبع الميدان ديالك ايوا البحر راه كبير البحر تبارك الله صورنا فين الكوام داك الشيء ديال المغرب كاين كل شيء كيجيونا من المانيا من فلاما من هولندا حيت كما هنا انتم قريبه لكم هولندا المانيا لياج نقطه استراتيجيه حيت بزاف الناس كيصوروا غير بروكسل 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 ولكن هنا راه ولا كبير ولا تبارك الله كوميسيون بزاف ولا بالنسبه لياج واحد النقطه في الوسط يعني استراتيجيه بين المانيا وهولندا هولندا ولي فلامو هنايا كيكون الرواج خاصه في الجمعه والسبت الحد في الويكاند كيجيو الناس يتقضوا هنايا والحمد لله اسي داك يحفظ ربي الله يبارك فيك بارك الله فيك السلام عليكم الله يعاونك ها الشباب الشباب قدامي ان شاء الله شباب يا كلشي طنطن ولا فين شي سوسي شي وجدي سوسي وجدة تحية الناس وجدة الجلود ديال المكازا ياك هادو هما الجلود ياك هادو ما كاين والو كاين والو يا سيدي الله من هي من انت مزيد انا تارودات تارودات مزيان اخويا تحية الناس تارودات وجدة طنطن اتبع مران كلشي الله يحفظك بارك الله فيكم السلام عليكم الله يحفظك والله الا بحال شربنا شكرا بزاف كان ربي السلام الاخوان كاين عند فواحد الريستورون ديال الحوت اوريكم كيفاش كيخدموا دابا السلام عليكم هنا الناس كيجيو دابا كيختاروا الحوت اللي بغاو السلام عليكم السلام عليكم مزيان كي داير كلشي الحمد لله هانيه الله يحفظكم كلشي بخير الحوت بصحتك مرحبا 19 كيلو ها 19 كيلو لا لا 19 كيلو كيما كنقولوا واش بغيت نقص الثمن شويه بعدا كيما الثمن غير نقص غير نقص واحده من هذه يا الله هذه هذه صغيره احسن ما كيف كيف هذه صغيره كبيره بزاف هذه هذيك صافي هانيه هانيه هانيه
دابا يلا ولكن جيتي في اليوم اللي ما كانش الحوت ماشي مشكل جيتي لكنا البارح هنا جيتي البارح هنايا جيتي غدا ولا بعد الغد مزيان لا ولدي البارح هنا كنعمرو كيما كنتش هز الكاميرا مرحبا يا عمرو اليوم شفت الكاميرا دابا كيفاش الناس كيجيو كتوصل كيختار الحوت اللي بغا واييه كتختار من هنا حتى لهي ايه بغيت حتى مع اللحم كوتليت اونتر كوت فليبر كلشي موجود ايه 19 يورو الكيلو 19 يورو الكيلو واه 19 يورو تاكل تاكل ورخا عندنا عند القزار انا رخيص اللحم عند القزار رخيص الفليبر راه كدير 42 يورو الكيلو عند القزار ايه وعندها مسيره كيدير غير 19 يورو ما شاء الله ورخا ايه والحوت والحوت اسيدي وحتى الحوت اسيدي انت كتشوف كاين الطون كاين الفيس بادو كاين سوليت سان جاك الحوايج كلشي اللي غاليين حتى هما 19 الكيلو المهم كلشي ان بلا 19 كان ماك كلشي انت ما كتشوف سماكم مرحبا عمي ها انت كتشوف باك لا سراك عامره مغازه مزيانه المحل سميتو أمسيرة غو دو مولا 175 75 حيد 100 إلا بغيت تزيد 100 زيدها بالفلوس والله يا حبابك صافي أبي غادي عم أرس حلوي سي إبراهيم نعم هل هذا غو دو مولا واش بزاف كاين المغاربة كاين بزاف المغاربة وي حيت الدرت هنايا كلهم غنغربوا كلشي الشارع هذا معروف من زمان هو شارع عبود مولان كيقول لي بريسو 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 باش معروف حي تاع المغاربه حي المغاربه حي المغاربه وتبارك الله هنا كلهم الناس ناجحين يعني عندك هذا عندك كاين شي واحد شي ديال الحوت الحمد لله كلشي ناجح كلشي ناجح كلشي مغاربه الحمد لله كلشي ناجح واحد السيد واش كتعرفوا هنا بشير ايه بيفود لا سي بشير الكابيتال تاع المواد الغذائيه هذاك كيفاش معناتها واحد الفيديو كيفاش الجمله هو معروف 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 في اسبانيا معروف في باريس معروف هنا في الياج عندنا بزاف وفي فلامو معروف البشير اللي قلت لي البشير اللي يقول لك شمول السبعه مواد غذائيه ديبو هو درت معاه واحد الفيديو اللي نورمالمون راه يكون الناس ديجا تعاملنا معاه تعاملنا سي بشير راجل طيب المعاملات مزيانه يتعامل يتعامل يعاون بنادم يعمر لك المحل تكون غير معقول صراحه يتعامل مزيان لا حتى هنا تبارك الله كاع كل المغاربه هنا كيشرفوني بعدا كنشوفوا اي مغازه هنا كنخليه كنلقى سوا ريفي سوا شلح سوا ناس صحراوي سوا الحمد لله كاملين المغاربه هنا وانت من الاصل منين فين احنا المغاربه هنا ما كاع بنادم ما كتعرف هو منين كنقول من طنجه الكبيره كلشي خوا شحال واحد هو صاحبي يقدر نقول لك ما كنعرفش منين انا هو عزيز عندي وانا عزيز عنده وما نعرف منين بحال عايشين في واحد الدار في واحد الخيمه الحمد لله انا ما كانش الفرق بين حنايا المغاربه كامل انت اصل ديالك فين انا من ورزازات التحيه القلعه نقولها الناس المعقول والدوار وانا جيت في الدوار سميتو صرغين صافي الناس المعقول الناس ديال المعقول غرس الله يحفظكم سيدي الله يحفظك فين ما كتمشي ماشي غير نقول لك غرس ولكن فين ما كتمشي فيها الطوب والحجر الطوب والحجر انا كنشوف كنجي هنايا دابا اللي شتك على الكليبر ديال الغرب حنايا كنشوف بها متى كنفرح علاش كنشوفك ناجح هنايا الله يحفظك الله يحفظك جاي ما جايش المشاكل جاي دير لي بروجي في راسك الحمد لله راك غادي فيهم الحمد لله الله يجزيك الله يجزيك ان شاء الله الله يحفظكم كما كتقول عندنا البركه تاع المغرب منكم واليكم منكم واليكم حنايا ناجحين من فضل الله الاول وبيدكم حتى نتوما الله يحفظك ملي كتعامل مزيان معاملات مع الانسان راه غتوصل الا انت ما كتعاملش وعندك تصرفات كذا راه الحمد لله لا بصحتك بصحتك ماكش عبيره ما خلات ما نقولوا حنايا حط ونعطيك منكم ويلكم من شي ناس ونعطي لشي ناس صافي الله يحفظكم مرحبا هذو دابا الخلا ديال الناس اللي شدوا اييه خلا اليوم ما كانش الحوت مع الفيشطه دايزا والمسائل ومع واييه ممكن ان شاء الله راك غادي ان شاء الله نجي ان شاء الله نلقاك مازال شد واحد ثلاثه اربعه المحلات نزيدو ان شاء الله مرحبا بكم اسيدي الله يكبر بك يلاه السلام عليكم اسيدي الله يعاونك وكاين فواحد المحل واحد اخر عند واحد الاخ مغربي نيت ياك اخ مغربي ما قلتي دروش فين جات هاد الدروش الشمال الشمال ما شاء الله
وكيليان مع هذه الازمه ديال كورونا الحمد لله وكيد نقصها شي شويه الوقت شويه يا خويا الله يسهل عليكم وكتشرفوا بنا كتشرفونا المغاربه شادين كيشدوا كنمشيو كنقطعوا المغاربه راه كنفرحوا يلا بارك الله فيك شكرا لك السلام عليكم السلام عليكم خويا صافي بخير واش نقدر نصور هنا ولا لا صور شي حاجه ولا واش نقدر نصور شفتوا الايدين ديالكم ما تعرف كي اخو مغربي مغربي فين وجده الناس وجده حنا الناس وجده منين انا من جيت اكادير جيت اكادير سوس مزيان كي داير هنا شويه الحركه هنايا في الحمد لله اللهم لك الحمد بلجيكا ولا هاد غي دي مولا يعني غي دي مولا هذا هو الفيلاج هنايا تاع العرب هذا هو الفيلاج وسيرتو فيه بزاف المغاربه كل المغاربه ها المغاربه بزاف هنايا هو مقيمين هنا بزاف غير المغاربه هي الجاليه الكبيره هنايا الحمد لله كي داير هنايا كوميرس الرواج سورتو في هذا الكونفينمون وهادشي اللي واقع كونفينمون شويه صعيب ماشي كيما بكري ولكن الحمد لله البركه كاينه هادشي كيعجبك في المغاربه ديما الحمد لله البركه كاينه كلشي بخير الحمد لله الحمد لله ان شاء الله الله يكبر بكم المحل زين بارك الله فهنا الناس اللي باغيين يجيو راه مرحبا بهم اسميت المحل ديالك عقد مولا نيميرو 7 نيميرو 7 ان شاء الله خويا جيو هنا مرحبا بهم يا الله الله يحفظك بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك والاتمية صافا الاتمية بخير مليحة حنا كاين هنايا نشريو ستوكاج هنا هنا دي ستوكاج سي بوغ سا بان حيت بان لي الاتمية شوية رخاص لا رخاص هنا الماكازات مين يديرو فيك حنا كنشريو عليهم كيكمل البرومو كنشريو فوالا حيت كيبانو لي ان الاتمية شوية بخير كاين طابي الداخل بغيت تزيد الداخل كاين طابيات وكيما بلجيكا معروفة حتى هي بالطابيات بزاف كيجيو هنا بزاف الطابيات كاين انواع بزاف شكالات بزاف ثم دابا كتشدو داك الشيء في الكبير وداك الشيء كتنقصو فيه الاثمنه اوا هادشي اللي طابي لا طابي كنشريو جديد لا زعما كلشي اي عارف على الاثمنه كيكونوا ليلو باش كتشريو ليلو كيكون شويه الثمن بان لي دابا الاثمنه هنا شويه لا الاثمنه مناسبه مناسبين مناسبه سيرتو هاد لا بيريود ديال الوقيته ديال الصوت كنزيدو المهم الناس اللي ساكنين في لي زونتورو الناس اللي تفرجوا في هاد الفيديو ديال الياج والناس اللي ساكنين في لي زونتورو ديال الياج راه محامي الله يدخل زعما بان لي الاثمنه اثمنه مزيان 50 يورو هنا 160 اثمنه مناسبين يا خويا بارك الله الله يسهل عليك والله يحفظكم ديما ان شاء الله بارك الله فيك شكرا شكرا على الزياره خويا وايد عليك تيزي يا خويا يلا السلام عليكم السلام مقهى الناظور كاين كوفور عاوتاني هنا بزاف قاعة الشاي فطور في الصباح شتيها قاعة الشاي الفطور المسمن الفرماج السلام عليكم ديال خويا بخير مرحبا الله الله ندخلو نصورو عندك شي شويه هنا في المحل ديالك اخويا سمح لينا تفضل صافي بلا ما نقول لك واش مغربي ولا مغربي راه باينة القضية ياك صافي الو عرق على الصوت ما شاء الله ها فلاش صافي همسك فلاش
تخرج دل هاك النور تاع هو ديال البلاد كنور ها انت خاص غير الشميشه الشميشه اللي خاصها ولكن كاين الشتا اليوم ما شاء الله انا دابا قريب غير الشتا بغينا غير الشميشه او بصح تكون خوت واش كتبيعوا المواد بزاف في المغربيه هنايا وانا محبب حنا بغينا نشجعوا يعني المنتوج المغربي المنتوج البلاد ان شاء الله وهنا هذا الشارع واش كاين بزاف مغاربه نعم كله مغاربه نعم هاك كله مغاربه يعني المتاجر والمخابز والزارين كل شيء كل شيء نعم اخويا راه كتشرفونا وكتشرفوا المغرب كل شيء كاين هنايا الخل ها شنو هادشي مال الورد ها الزيتون يلا سيدي الله يحفظك مرحبا وسهلا شكرا مرحبا من بعد ان شاء الله الله يعاونك ان شاء الله الدراعيه شحال الدراعيه 30 نعم مزيانه الثمن ممتاز الثمن ممتاز داكشي كدير في البلاد 6000 ريال نعم غير انت خلص كتنقص لهم الترونسبورت بحال تبيعها بالثمن ديال المغرب هنايا صافي اهو سيدي بارك الله فيك شكرا بزاف السلام عليكم نعم راه كلشي كاين هنايا ولكن سبحان الله العظيم شكون ما شتو السماء كري حلا ربعة د العشية دابا كاين ربعة د العشية والسماء ها كري سبحان الله العظيم السلام عليكم شتو الأتمين اخويا 35 18 أورو توب وش من توب سدادة ملهم ريح على برا لا تشي تبارك الله توب مزيان حيت بزاف الناس كيمشيو للبروكسيل البروكسيل البروكسيل ولكن هنا هاد المدينه و فوالا تاهي عامره بزاف بروكسيل ساتورات ولكن هنايا عطا الله ما يدير اي فوالا شوف دابا ندوزو شي بلاصه واحده اخرى ان شاء الله